مناسبتا لو سو غبغبين اي ترتن كا قران كريم كا بشا بركيسن اي رمضان ايا وحاي كا قبسونتي مسجد كالي جاب اي مغالدا بربرا اي غوبلكا ساحل مناسبتا ايا وحا لو قبتي الا دور يو 30 ارداي او كفايديسن اي ترتن كا قران كريم كا بشا بركيسن اي رمضان وحنا ارديدن لا بري احكامتا سونكا قيسوينكا انبيادا قران كريم كا اي كتب كلي مناسبتا ايا وحا اوغو هورين هادل كاسو جيديا شيخ محمد إمام كان مسجد كا أهنا معلن كي أرضي داسي وبرأي أيا أغورين هذا الكسو جيدي مناسبة داسي وحان أفردنا حفلة دي يدورة سوحلتان كدورة دي بش رمضان كسو عطي مسجد إجابة بربرة كاسو أرضي دي وأي كل ديغان يين كتب كالدوان أو كراها يعني قصص كأنبيادة معجزات كرسول عليه الصلاة والسلام شمائل النبي أما أستعمه النبي عليه الصلاة والسلام كتب فقه أهبا سعوتي سيدا كتابك لو يقان كتاب الصلاة يا أحكام الصيام أي أرض دولكتين أو فقه أرضي دا يعني صو حاضرتي الدورة دا أما كفا إذي ستي تراهان وحين نقول يعني كوبي صدن أرضي وما أنت إن شاء الله تعالى حلقا أنه يعني كسين دون الشوائز كأي متيستين يا شهادوين كاي متيستين انت اسوا معلومات جود او كسابسن حفلده دمان ارضيدا وحن ليه همبليو 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 الهي سبحانه وتعالى علمي اد برتين هايدن كوانفعو حنا كيال علم نافع ان شاء الله تعالى دوها وساره شغل انت هرمها بلشده يا قويسكا اسدوها وساره قرشينتا اي غوبلكا ساحل يا سيدو كلي معلم احمد او كميدا معلمين تا جامعه غوليس ee kulliyadda shariicada ayaa iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay isla markaana u hanbaliyay ardaydaasi oo waraa waxa maraydaya ardayda intaas oo gudbay ee barashada cilmiga diiniga aad iyo aad waxaan maraydaya tirjumaad kasteen leeyahayba waxaanay maanta waxaan baratay cilmiga uu ku imaan badnaa in kii uu ku leeyahay xamee uu ku imaan badnaa kicinaa lagu tagay iyo kii waxa uu yahay inaad dunka ku jirayba waxaan ugu hanbaliyaya برشيد الدوب حقوق قارس برشيد دين الإسلام كا يا عزيز تيدا يا إكسار ورانا نبا مركب الجواه مبرين يا إن ما أنتوا فردنا وين كنا نتكلم فردنا اللي بعد بيحصل فردين يدور على بيحصل فردين لما أنتوا من عمرين يا كبرنا كوي كفايريسا صلاة دودي سون تدري له وقع مراين مكانيكو and كنتي فرحان وين بيت هاي إن قبضة قيمة حبضان لي مساجد كأنك كذا سو قيم كلو كنا كان قيمة حبضان لي يلقوا أبال مرينا يو أرضي دا كقولي ستي ترتكى قرآن جها كسو عدي مسجد كا وحلا برتو حبو خير بدن القرآن ككريم كا حديث ما كسونا عدي رسول فينا عليه السلام أها خيركم أن تعلم القرآن وعلمه وحيدكم خير بدن كينا قرآن كبرتا رسولك عليه الصلاة والسلام وكي مرك الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه مرك القرآن كبر شديسة وتفسير كيسي وحويان إن لبرتو إن حروف تيسي لصحه إن مرك وحوح قسطه وحويان وأهو الصائل وأهنا وحويان لبرتاين نقونيسا إن رنتي همبليان لي هاي شيخ محمد إيه علماء ذكر اللي تشوكته وحاول يكون بعد سنتي إلى آخر هذا السيو إلى هاي في ميزان حسنات المصارع أرضي إذا برتينا حاجة كسيدة على ما نيهن إن شاء الله تعالى وحن أقوم بشارين لنا أرضي إذا قيمة قيمة كلا سر سر رئيس قاشين وحاول يعني شيخ وصو قيمة يوم كان عبد المكان وفرنت هاي تانا ونقوم بشارين لنا وصلى الله وسلم على بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما gabagabadii munaasabadna ayaa waxa halkaas abaal marino iyo shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha sarsare ka gashay tartanka quraanka kariimka iyo sidoo kale kutubtii kala duwanaa ee lagu baray intii ay socotay darwadani wa Faisal Aadan Ismaaciil telefishinka qaranka Soomaaliland berbera